ليش كل شيء مفتوح دايما؟ خليني اضبط هاي الترايبود. السلام عليكم يا جماعة. صباح الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم املاح وكويسين، وان الله معنا دائما يا الله. اذا مش مبين علي، اذا مش ملاحظ، يعني انا بحكي بالعربي. اكيد. مش كمان بدي اقول، اليوم بعمل فيديو وانا احكي بالعربي طول الفيديو يعني. وانا صراحة يعني بعملش هيك كثير، انا بس احكي هيك بالعربي 100% وانا بنزل على فلسطين. بس دايما بشوف هالترند على اليوتيوب، في يوتيوبرات بعملوا فيديو هيك بيحكوا بالعربي، وانا بحس انه ها وقتي اني اعمل هيك فيديو. فاليوم رح اخليكم تلحقوني بيومي. يومي؟ يومي يعني، مش هيك صح؟ رح اخليكم تلحقوني بيومي. مزبط اعتقد. رح اخذكم معي اليوم واوريكم يعني ايش الروتين تبعي يوم بيوم يعني. المهم رح احكي بالعربي طول الفيديو، او رح احاول احكي بالعربي، عشان صراحة انا بحكيش عربي بطلاقة. اول اشي، انا عشت طول حياتي هون بامريكا. ثاني اشي، انا بس نص عربي، بس ابوي الله يرحمه فلسطيني وامي فلبينية. وثالث اشي، انا بس بلشت اتعلم اللغة العربية وعمري كان اعتقد 15 سنة. قبل هالعمر ما كنت بحكي عربي، ما حكيتش عربي، ما كنت بحكي عربي يعني. وانا كنت صغير ما كنت بحكي عربي ولا كلمة بالمرة. انا بلشت اتعلم لما رجعت من البلاد، وقلت لحالي يا صبحي يا اخي لازم تتعلم عربي. فبلشت اتعلم، قعدت مع ام صديقي وسألتها مليون اسئلة وهي بتشتغل بالبيت، كيف بتقولي هاي، ايش هاي بالعربي، ايش هاي بالانجليزي، هيك اشياء. وبالوقت تعلمت، وكمان بالجامعة اخذت سنتين. درست هي لغة العربية الفصحى. بس حتى لو بعد كل هاد لسه بحكيش عربي بطلاقة، اكيد بحكيش عربي زي العرب في البلاد. فاصبروا شوية. تضحكوش علي، مش انه تضحكوش علي، اكيد رح تضحكوا. ليش بعمل هالفيديو اذا بنقدرش نضحك؟ تتمسخروش علي، ها هي ما تتمسخروا علي. بس ان شاء الله الفيديو رح يطلع هيك مليح. وعلى فكرة، عشان انا عارف انه في ناس رح تسألني من وين انت، شو لهجتك، شو هاللهجة هاي. انا ابوي فلسطيني وفلاحي. الحمد لله احنا من الكرية وهيك بنحكي لهجة فلسطينية. احنا من الشمال فعشان بنحكي هيك بالكاف وبايه. طيب خلينا نبلش ان شاء الله. بسم الله. شو عندي اليوم؟ انا بس هس اصحيت قبل يعني نص ساعة، و مش متعود على هيك اشياء عن جد. انا بس هس اصحيت ولازم اعمل الروتين الصبح. شو روتين بالعربي؟ هدفي هي استخدمش جوجل ترانسليت. اذا في كلمة بعرفش احكيها بالعربي لازم احكيها بطريقة ثانية، او راح احاول احكيها بطريقة ثانية. بديش استخدم جوجل ترانسليت، بس اذا لازم استخدمها يعني خلص مشيها. طب زي ما كنت بقول، اليوم عندي كثير كثير مهام، errands و tasks، مشاوير. عندي كثير شغلات لازم اعمل اليوم. هاي الطريقة الثانية. كتبتها امبارح، لازم انزل الفلوج اللي خلصت امبارح. انا رحت مع امي واختي على كندا في الاسبوع الماضي، وكمان لازم اصور هذا الفيديو. لازم اروح على رياضي، نادي رياضي على الجيم. لازم اروح على جوان، عندي اشياء لازم ارجعهم. كمان لازم اروح على والمارت، وعندي مقابلة على الساعة 2. Love you mama.
Love you too much. وفي كمان اشياء بس ما بتذكرهم. يلا خلينا نبلش. لازم اربط شعري عشان ما يكون في وشي. كاكا يا جماعة كاكا. طيب هسا السكين روتين فيس روتين روتين الوجه. اول اشي التونر هاد فيها ماء ورد وبعدين الفيتامين سي سيروم. هاد يعني مستحيل احكيها بالعربي. هذا كيف بدي فيتامين سي سيروم؟ في اشياء ما بنقدر نحكيها بالعربي بالمرة. لا حلو عجني. امشوا انكلعوا امشوا انكلعوا امشوا انكلعوا. بس شوية هين وهين وهين على الخدات على الخدة. بعدين المويسترايزر يا اخوان واخواتي. مويسترايزر اهم اشي عشان وشك ما يبكى ناشف زي خبز خبز المحروق. ما تخلي وشك يكون خبز محروق. اه فاهمين؟ وخلص وبس. وبعدين الشابستيك عشان شفاف شفايف عشان شفافك شفايف. اه شفايف شفايف وردي وتقولي معني يلي والودي ودي وتقولي معني يلي شفايف وردي يا وادي يلي والودي. طيب هسا بدنا نوكل. جاي عبالي بيض او عجة عجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. هاد سكينة كبيرة. بصل. ويش كمان؟ بدي أسخن الطنجرة. مش طنجرة. وين باكي؟ وين هاد؟ آه هيدا. هاد إيش اسمها بالعربي؟ بعرفش. مش طنجرة. حط شوية زيت زيتون. حطها على الفرن. يلا. وبعدين نق نق نقطع نقطع البصل. شو؟ وكمان بحط او ماي جاد. هذا شو هي بالعربي؟ مش فلفل. فلافله فلافله. ياس. بس شوي مش كثير. تعرفوا كيف انا تعلمت احكي بالعربي؟ زي ما قلت لكم قعدت مع ام صاحبي وكمان درست بالجامعة. ولكن لازم ننزل شوية. انا تعلمت كثير من الموسيقى. كنت اسمع كثير من الطرب والفولكلور الفلسطيني وانا كنت صغير. حتى لو ما كنتش فاهم ولا كلمة سمعت كثير. انا برضو قعدت مع ابوي الله يرحمه كثير وهو كان بترجم الاغاني. وهيك اتذكرت الكلمات حفظ الكلمات عشان لما انا بدي اتعلم لغة جديدة بيكون اسهل اذا في مش موسيقى في ترتيل لحن ميلودي. اذا في ميلودي بلاقي انه اسهل اتذكرهم احفظهم الكلمات. يعني لما بحفظ القران بحس انه اسهل احفظ اذا بسمعها والقاري او الشيخ يعني بيقرا القران. او اذا في اغنيه تستخدم كلمه معينه اسهل اتذكرها زي الشفايف. نسيت احكيها بالعربي لحد ما اتذكرت ان الاغنيه شفايف وردي وتذكرت لا هذول شفايف. لحسن ما تحرك. كمان بنحط شوية بكدونس. لا هذا مش بكدونس. ايش هذا؟ سلانترو. كزبرة صح؟ عشان ما في بكدونس بالبيت. بعدين البيض. اربعة بيضاء. بيضاء. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. حلو. ونخلط نخلط 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 نحركها. شوف البصل والفليفلة والكزبرة. اي بهرة. معظم الوقت بحط ملح فلفل اسود واهم شيء كمون. كثر كثر التمون. كثر. بحط سبعة بهرات للأسف عناش. بس الكمون لحاله تزبط. بعد كمان شوي بس بدي اقلبها. بكره
اقلبها عشان دائما بخرب. لحظة. بسم الله. طيب بسم الله. الله الله اكبر. حلو يا مدلل يا حلو. بدي اسخن شوية خبز. واحد بنفع. اوه يو ولك فن. تفضل. انا خلصت الحمد لله شبعت. عادة بعد ما اوكل بشرب كاسة شاي، ولكن انا مستعجل بدي اروح على الجيم. في شي وقت اقعد وارتاح، بس لازم انزل الفيديو الفلوج في كندا. طيب نزلته يا جماعة. Of course. Yeah, for sure. So Okay, that's awesome. Sounds good. Awesome. Thank you so much for your time, Kristen. You too. Bye-bye. انا قديش بكره لما احكي هيك corporate talk. Hey Jackie, it's Subi here. Really nice to meet you. Yeah, I've been looking forward to our call all day. Hey Casey, it's Subi here. How are you? How have you been? اوه ليش كله طالع؟ كيف بدي انا غيرت؟ الله اوف 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 ايش هاد؟ كيل يلا يا بيبي. الجو ككة اليوم صراحة. فيش بنزين اكيد. بالحق علي عشان انا داشر. تشوبنا. انا خلصت من الجيم وهسا لازم احط بنزين، واعتقد راح اروح على وال مارت قبل ما اروح عشان لازم اجيب بروتين درينك، شوربة البروتين. انا صراحة بعرفش اخترت اليوم اعمل فيديو بالعربي عشان بعملش اشي يعني معينة اليوم، ولكن اليوم يوم عادي. معظم الايام بعمل هيك اشياء، يعني مش كل مرة مسافر وبطلع وتسلى. بس يلا بلشنا. خلصت من والمار، جبت كل الأغراض الحمد لله. أنا تعبان كثير جدا. أنا كثير تعبان عشان لسه ما شربتش البروتين، لسه ما أكلت، وأنا بوكل كثير يا جماعة. مش مبين علي بس أنا بوكل كثير، يعني كله 3 ساعات لازم أوكل أو بكون مش طايق حالي. با مي ولا بفضحك. جيب المجوز يا عبود، حبتين وما رحمتين وين مهد. انا بكره طعم البروتين. استفرغ. بسم الله. ايش هاد؟ غيروها. انا اشتريت فانيلا، هذا مش فانيلا، غيروها. انا دائما اشربها مره واحده عشان من جو الروح. بكره كل البروتينات. اخترت انه بديش اروح على جوانز عشان خلص هيك بديش. وش كمان لازم اعمل اليوم؟ غرفتي كلازت. شو كلازت بالخزانه؟ خزانه كابينت. طلعوا على هال كاكا يا جماعة. أنا صراحة بديش أعملها هسا عشان ما في سبب صراحة، بس خلص بديش أعملها خلص. كنت لازم أروح على جوانز، ما رحتش. كان بدي أطبخ، ما عملتش إشي. حتى رحت على والمارت واشتريت كل الأغراض، ما عملتش إشي. تعرف لما عندك هيك أيام ما عندكش نفس تعمل أي إشي، بدكش تكون productive، وهيك اليوم بديش أعمل إشي. إن شاء الله بدي أبلش أعمل أكثر فيديوهات بالعربي، يعني عشان نكون هيك تدريبة. هيك الحكي ما بزبط بالمرة. لما بنزل على فلسطين حتى بس أسبوع هناك في البلد، عربيتي ببكي فلسطيني كوح، يعني 100%. بس صار لي سنة ونص وأنا ما روحتش، فإن شاء الله رح أعمل أكثر فيديو هات هيك، وان شاء الله الفكره في الفيديو راح يكون احسن من هيك عشان هالفكره كاكا. بس ان شاء الله راح اشوفكم في الفيديو اللي جاي. يلا السلام عليكم.
my god, you guys, I'm so tired. My mom and sister have been at work all day, so I haven't talked to anybody, like, in person, in English, and I've been speaking out of you all day, so now I'm just really tired.